كنحضر اليوم في الكاتريام كونغري كاتريام سيسيون ديال المؤتمر ديال لي كوتش سبورتيف. هو اول مؤتمر كيدار بهذا الشكل، هو لا سيسيون الرابعه ديالو بواحد الاهميه كبيره، انه كيجمع الرياضيين كلهم لي كوتش سبورتيف في المغرب، وكياخذوا هذا العلم هذا بطريقه علميه موثقه. يعني شي حاجه مهمه معمر كانت دارت من قبل في المغرب، يعني على اسس علميه كيتم الممارسه ديال هذه المهنه هذه. اللي شفنا فيه بالنسبه للتدخل ديالي هو كانت الاعطاب اللي كتقيس الرياضي، خصوصا تكلمنا عن الناس الفوت الناس الكره، وحتى في الرياضات الاخرين اللي ما كتقيس العصبه كيتسموا لي طوندينوباتي، ولا كتقيس العظم كيوليو فراكتور، ولا كتقيس العضلات وكيتسمى كنسموا حنا كرومب ولا ايلونغاسيون تمزق عضلي الى اخره. شفنا كيفاش هادشي كلهم ممكن ان الرياضي يتجنبهم، طرق باش يمكن يتجنبهم، وكيفاش يعرفهم، وشنا هي الحالات الاستعجاليه الاولى اللي قدر يمارسها وهو عنده في لاصال ديالو في لو سبور، ولا على برا في الرياضه اللي كدار في الهواء الطلق، كيفاش يمكن له انه يمشي ويسرع ويدير الاسعافات الاوليه باش ما يكونوش الاضرار ان شاء الله من بعد.